مفوضية حقوق الإنسان شهدنا دورتين لمفوضية حقوق الإنسان، الدورة السابقة والدورة التي انتهت قبل عامين. الدورة الأولى كانت بصراحة هي دورة ضعيفة بشكل كبير، وكانت المحاصصة واضحة عليها إلى أقصى حد. الدورة الثانية التي فيها السيد أنس العزاوي وأصدقاء آخرين، دكتور علي البياتي وآخرين، نعم خضعت للمحاصصة السياسية مثل الدورة التي سبقتها، لكنها كانت أكثر شجاعة وأكثر دراية ومعرفة بواقع حقوق الإنسان. لذلك كان هناك تعزيز كبير للشراكة مع المنظمات غير الحكومية، مع المجتمع المدني بشكل عام. وجود مفوضية حقوق الإنسان ضروري حتى وإن كانت مقصرة بتنفيذ واجباتها ومهامها، وهي مؤسسة دستورية ومؤسسة شكلت أسست وفقا لمبادئ باريس عام 1993. لكن ما يمكن أن نؤشره من سلبيات على عمل مفوضية حقوق الإنسان بدورتيها، إنها كانت في أحيان ليست قليلة غير منتبهة لمشاكل أو مشكلات عدة، منها ملف الاختفاء القسري. لم تعمل مفوضية حقوق الإنسان بشكل جاد وحقيقي أو بشكل مؤسساتي على ملف الاختفاء القسري. كانت هناك جهود فردية من السيد العزاوي، من السيد البياتي، لكن أيضا نستطيع القول بأنها أدت واجبا مهما في احتجاجات تشرين، وكان صوتها عاليا جدا، وهنا بينت بأنها مؤسسة دولة وليست مؤسسة حكومة. لذلك حوربت من قبل الحكومة السابقة، حكومة السيد مصطفى الكاظم. نحن في المرصد العراقي لحقوق الإنسان نعتقد أن وجود مفوضية حقوق الإنسان بعلاتها، بمشكلاتها، بخضوعها للمحاصصة السياسية، إلا أن هذا الوجود ضروري ومن الممكن أن يشذر بمرور الزمن، ومن الممكن أن يتحول الأداء السلبي إلى أداء إيجابي.